اسمك فان 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 اسمها فان فان. اهلا بك. شكرا. حضرتك يعني اشرح لنا انت بتعملي ايه في المعرض السنه دي، يعني دور الحكمه. 我们这些文化产品呢，主要是为了展示中国的文化，像那个埃及的人民群众呢，展示一下我们中国的传统的民俗文化。因为我们现在马上到中国的新年了，希望能借助这次展示的机会呢，能够让大家更了解中国的传统文化，然后呢，也让中国的这种传统文化的民俗产品能够进入到埃及的市场里。 يعني اولا نحن نعرف المعرض للكتاب الدولي، هو مشهور في العالم العربي، هو بقى يعني 51 دورا 51 دورا، وكمان يعني الصينيين هم يعني ايه دلوقتي بيحب يعني بيعرض للثقافه الصيني للعالم، ونحن نعرفه يعني ايه بطريقه هذا بطريقه المعرض ده ممكن نخلي لكل الدول العربيين او اهل الدول العربي بيفهم الصيني، ونحن نفكر ده موضوع مهم جدا، عشان كده نحن عملنا معرض وخلي كل يعني حد بيعمل زياره للمعرض ممكن بيجي يشوف الثقافه الصيني والتقاليد الصيني، وكمان بحلول سنه الصيني بس انا عيد الربيع الصيني حلوله يعني بكره ان شاء الله، يعني عيد الربيع الصيني هيجي بكره، عيد الربيع الصيني بكره، وكمان نحن يعني ايه بهذا الطريقه يعني نتمنى لكل الصينيين او نتمنى لكل اهل العربي يعني كويسين كل سنه في الدول العربيه كلهم يعني كل سنه وانتم طيبين. انتم طيبين. انتم طيبين. Thank you.